إلى الصحة. أعلنت مديرية الصحة بورسعيد حالة الطوارئ في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية ضمن استعدادات المحافظة بالاحتفال بقناة السويس الجديدة. أوضح الدكتور إسلام رمضان وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أنه ناقش أمس خلال اجتماعه بمديري إدارات المديرية والمستشفيات العامة والخاصة وهيئة التأمين الصحي خطة الطوارئ العامة للتأمين الطبي استعدادا لفعاليات احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة. كما استعد ميدان التحرير بالمحتفلين بافتتاح قناة السويس الجديدة. سلم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رسالة من الرئيس باراك أوباما إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلالها أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، معربا عن أمله في أن يعمق الحوار الاستراتيجي التعاون بينهما في كافة المجالات وأن يسهم في تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها مصر، وفي إثراء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. أكد أوباما في رسالته مساهمة الولايات المتحدة في تحقيق نجاح واستقرار مصر، معربا عن استعداد الشركات الأمريكية لدفع عملية التنمية التي تشهدها البلاد. قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لرسالة الرئيس الأمريكي مؤكدا حرص مصر على تنمية وتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك بين البلدين من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمس ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي إن بلاده لديها معلومات عن تورط بعض قيادات الإخوان في أعمال العنف. قال كيري إن مصر دفعت ثمنا كبيرا في مواجهة التطرف. أشار إلى أن واشنطن ستواصل دعم وتدريب العسكريين المصريين. أكد أن النجاح بيبدأ من الثقة بين السلطات والشعب في محاولة لإيجاد طريقة للتعبير عن الآراء بعملية ديمقراطية حرة. فإن مصر لعبت تاريخيا دورا مهما للغاية في المنطقة وفي العلاقات الدولية، ودون شك مصر سوف تواصل اللعب هذا الدور عالميا وإقليميا. وفي اجتماعنا اليوم غطينا عدد كبير جدا من الموضوعات المتعلقة بالنواحي الأمنية والسياسية والنواحي الاقتصادية. ودعوني أقول هنا في البداية وأوضح في البداية أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بحزن شديد تجاه الحدث الأخير الخاص باغتيال السيد هشام بركات، وكذلك الهجوم على القنصلية الإيطالية في مصر، بالإضافة إلى الهجمات الإرهابية في سيناء. إنه أمرا وضيعا وخسيسا، وقيام بأعمال إرهابية ليس له أي صلة بالشجاعة والجرأة على الإطلاق. وكل هدف هذه الأعمال الإرهابية هو خلق الفوضى، ولكن في واقع الأمر يمكن أن نقول أن ما يتطلب الشجاعة حقا هو تحقيق الاستقرار. ونحن لا نريد أبدا على الإطلاق أن نقدم أي أعذار دينية لأولئك الذين يقتلون المدنيين ويقتلون الأبرياء ويقتلون من لا ذنب لهم في أي شيء. يجب أن نعرف كيف يمكننا أن نقوم بوقف دائرة العنف، وقف دائرة التطرف. لذا فإن المناقشات الخاصة بمناهضة العنف والتطرف كانت على أول اهتماماتنا، وكانت على قمة جدول أعمال مناقشتنا اليوم، وقد تمت مناقشة هذه الأمور جميعها. نحن جميعا على علم أن داعش هي مجموعة تتسم بالجبن، وهذه القمة أو هذه المناقشات التي عقدناها اليوم تناولت داعش وتناولت بمنتهى الصراحة التحديات الخاصة بمناهضة العنف والتطرف. عند محاولة بناء عملية سياسية يجب أن تكون عملية شاملة، وأن نمنح المواطنين الفرصة لبناء دولتهم وأمتهم. كذلك تحدثنا اليوم عن أهمية تدعيم العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في النواحي المختلفة الخاصة بالعنف ومناهضة التطرف.
وأنا أقدر بشدة ما قامت به مصر مؤخرا في مناهضة العنف وكذلك مناهضة الإرهاب وما قامت به من تطور على النواحي الاقتصادية أيضا في الاعتبار مشروع قناة السويس. كذلك أنا أرحب بانضمام مصر في مناقشات سوف تعقد في شهر سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك. كذلك دعوني هنا أهنئ مصر على المشروع الرائع والإنجاز العظيم الذي قامت به والذي سوف يكون له أثرا عالميا وسوف يساعد على دعم التجارة وحركة البضائع. نهنئ مصر على توسعة مشروع توسعة قناة السويس والحدث الذي سوف يحدث قريبا في الأيام القليلة القادمة والاحتفال الكبير، وهو دون شك إنجاز عظيم ومشروع ضخم.